نحن كلاعبين معظمنا نكره الغشاشين والهاكرز في الألعاب لأنهم بكل بساطة بيخربوا علينا متعة اللعب، بس في حد بيكره الغشاشين أكثر منا بكثير واللي هم شركات الألعاب. بيكرهوهم لأنهم عم بيخربوا شيء اشتغلوا عليه شهور وسنوات، فعشان كذا دائما شركات الألعاب بيشتغلوا على حظر الغشاشين ألعابهم بأسرع وقت ممكن. بس بعض الألعاب ما ودهم يحظروا الغشاشين وبس، لا بل ودهم يعاقبوهم أولا. فهذا موضوع فيديو اليوم، 10 ألعاب عاقبت الغشاشين بطرق مضحكة وقاسية. فيلا خلنا نبدأ. قبل لنبدأ حاب أعلن عن الفائز بآخر giveaway على $250 وكان على آخر فيديوهين توب 10، والفائز معنا هو عبد الرحمن، إن شاء الله ألف مبروك. والgiveaway الشهري الجديد على $500 ورح يكون عنا فائزين، كل فائز $250. إذا ودك تدخل بفرصة الفوز كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق مع وسيلة التواصل في الرد. وهذا الفيديو برعاية لينوفو ليجن، وفي giveaway مقدم منهم على 3 لابتوبات جيمينج مقدمة لكم. قبل لا نتكلم عن الجيفوي خلنا نتكلم بشكل سريع عن لينوفو ليجن، وبالذات عن أحدث لابتوبات الجيمينج من عندهم اللي هو لينوفو ليجن 7. هذا اللابتوب خارق بكل ما تعنيه الكلمة، بيدعم كروت شاشة انفيديا RTX وبيوصل إلى 3080 Ti و16 جيجا بايت رام ومساحة تخزينية 1 تيرا SSD قابلة للتغيير. هذا اللابتوب رح يشغل لك أقوى ألعاب مع أقوى الإعدادات، حرفياً رح يبدل دور الديسكتوب أو البي سي من كثر ما هو قوي. طيب ودك تفوز بهذا اللابتوب؟ لينوفو ليجن مسوين giveaway على 3 لابتوبات جيمينج لكم، رح أشرح حالياً كيف ممكن تفوز فيهم. ركزوا معي في بث مباشر رح يصير على موقع ليجن كوميونيتي بتاريخ 6/8 الساعة 8 بالليل بتوقيت الإمارات. رابط الموقع اللي رح يصير عليه البث موجود بالوصف، روحوا وشاركوا فيه وعبوا بياناتكم وبس دخلتوا بفرصة الفوز على اللابتوب الأول. وبتاريخ 6/8 لما يبدأ البث المباشر روح وتابع البث وتفاعل معه ورح تدخل بفرصة الفوز على اللابتوب الثاني. واللابتوب الثالث رح يختاروا شخص من الناس اللي تابعوا البث ورح يربحه. روحوا على الوصف وسجلوا عشان تدخلوا بفرصة الفوز على 3 لابتوبات مقدمة من لينوفو ليجن. ويلا خلنا نبدأ بالفيديو. طيب وخلنا نبدأ الفيديو بالمرتبة العاشرة مع لعبة سيريوس سام. هاللعبة كانت جدا مشهورة من زمان، لعبة شوتر وبتقاتل فيها عدة وحوش. بعض الوحوش اللي بتقاتلهم بيكونوا سهلين وبعضهم بيكونوا جدا صعبين، بس في وحش ممكن يجيك ومستحيل تقدر تقتله، بس هالوحش ما رح يجي للجميع، لا رح يجي فقط للأشخاص يلي محملين اللعبة بطريقة غير قانونية. يعني الشركة المطورة للعبة عملوا حركة بملفات اللعبة تخلي أي شخص نزل نسخة مقرصنة أو مكركة من اللعبة بشكل مجاني رح يجي لهذا الوحش اللي هو العقرب الأحمر اللي شايفينه قدامكم. هذا الوحش ما رح تقدر تقتله أبدا، مهما حاولت مهما طرقت عليه بجميع أنواع أسلحة ما رح يموت ورح يضل وراك طول اللعبة، ما رح يخليك تتنفس، ما رح يخليك تسوي أي شيء، دائما هذا الوحش وراك. يعني إذا حملت اللعبة بطريقة غير قانونية أو مكركة فما رح تقدر تختم اللعبة، هيضل هذا الوحش وراك دائما. بالمرتبة التاسعة عنا لعبة جيد إمباير، وهي لعبة قتال كونغ فو وقصتها مبنية على الأساطير الصينية القديمة، وفي كثير أعداء ووحوش مختلفة بتقاتلهم في اللعبة، بس اللعبة بنظام العالم المفتوح، يعني في كثير أشياء تقدر تسويها في اللعبة غير القتال. ومن أحد الأشياء اللي تقدر تسويها هو أن تقدر تقامر على فلوسك اللي في اللعبة. في أحد الشخصيات في اللعبة بتروح لعنده وبتدفع له فلوس بعدين تلعب معاه لعبة حجر النرد، لو انت فزت تاخذ ضعف فلوسك، لو هو فاز تخسر فلوسك كلها. بس بما انك في لعبة فيديو فتقدر بكل بساطة تغش في هاللعبة، تقدر قبل ما تلعب معاه تحفظ اللعبة وبعدين تروح وتلعب، لو خسرت ترجع على اخر سيف سويته ولا كأنك خسرت شيء، ولو فزت تقدر تحفظ اللعبة مرة ثانية وترجع تلعب معاه كمان مرة وكمان مرة، لو خسرت ترجع على اخر تخزينة، لو فزت تكمل في اللعب. يعني حرفيا
تقدر تخلي فلوسك لا نهائية بسبب هذه الحركة. بس اللعبة كانت تدري بهذا الشيء وكانت مجهزة عقاب للغشاشين اللي رح يسووا هالحركة. لو سويت هالحركة فوق 20 مرة، يعني 20 مرة فزت عليه وحفظت اللعبة، فالشخصية اللي قاعد تلعب معاه رح يصير فيه هذا الشيء. مثل ما شفتوا انفجر في الكامل وخلاص، ما راح تقدر تلعب حجر النرد ابدا، هالشخصية اختفى بالكامل طوال اللعبة. في المرتبة الثامنة عنا لعبة كرايسيس وورهيد. سلسلة ألعاب كرايسيس تعتبر من أفضل وأقوى ألعاب الشوتر القديمة، وبتتميز دائما بقصة ونظام لعب جدا رهيب. بس في الجزء الثاني من اللعبة اللي هو كرايسيس وورهيد، مطورين اللعبة عملوا حركة جدا مضحكة عشان يعاقبوا أي شخص قرصن اللعبة أو حملها نسخة مكركة بشكل مجاني، واللي هي أي سلاح راح تستعمله في اللعبة راح يطلق دجاج. أي مثل ما شايفين السلاح رح يطلق دجاج حرفيا، وما رح تقدر تقتل اي عدو. يعني لو طخيت على واحد 100 طلقة، يعني 100 دجاجة، اكثر شيء رح يصير فيه هو انه يوقع على الارض، بس ما رح يموت، رح يرجع يقوم مرة ثانية. وهذا الشيء رح يكون فقط للناس اللي محملين اللعبة بشكل غير قانوني، يعني مقرصنينها، بينما باقي الناس اللي اشتروا اللعبة بشكل طبيعي فالاسلحة رح تشتغل عادي. والشيء المجنون انه بعض الناس ختموا اللعبة بالكامل مع الدجاج. كيف؟ بكل بساطة لعبوا اللعبة باسلوب التخفي وخلوا كل ذبحاتهم بالسكين. في المرتبة السابعة عنا اللعبة الغنية عن التعريف كراش بانديكوت 3. اللعبة جدا قديمة، نزلت عام 1998، واللعبة جابت شيء جديد ما كان موجود بألعاب كراش أبدا، واللي هو السفر عبر الزمن. في عدة مراحل ومهمات في اللعبة بتسافر فيها عبر الزمن لحقب تاريخية قديمة. فأحد هذه المهمات بتكون بحقبة الإمبراطورية الرومانية، تلعب بشخصية كراش وبيكون هدفك إنك ما تموت. في الوحش راح ينزل كل شوي يحاول يذبحك، وفي أسود راح يمشوا بالحلبة ويحاولوا يذبحوك، وكان جدا صعب إنك تتخطاهم. بس كان في جليتش جدا رهيب، واللي هو إذا وقفت بزاوية الحلبة فالأسود ما راح تقدر تجيبك وتقدر تفوز بالمهمة بكل سهولة. واللعبة كانت على جهاز البلاي ستيشن 1 عام 1998، فما في شيء اسمه أبديت ولا تحديث، لا خلاص ما راح يقدروا يصلحوا هالخطأ. المهم بعد 19 سنة من نزول اللعبة، أي عام 2017، نزلت لعبة كراش بانديكوت إنسين ترولوجي، واللي هي عبارة عن ألعاب كراش القديمة كلها بس ريماستر، يعني محسنة من ناحية الجرافيك. فكانت موجودة نفس مهمة الحلبة الرومانية بالضبط، والشيء المفاجئ إنهم ما صلحوا الجليتش، لسه موجود، بس لو سويته رح يصير فيك هذا الشيء. ايه الجمهور كله راح يستاء منك ويرموا عليك فضلات عشان يحسسوك بالذنب ويقولوا لك انك انت غشاش، راح تفوز هذه المهمة بالغش. في المرتبة السادسة عنا لعبة Game Dev تايكون. هذه اللعبة هي محاكاة لمطور الألعاب. أظن معظمكم بيعرف ألعاب المحاكاة واللي منتشرة بشكل جدا كبير، في محاكي المزارع، محاكي سواق الشاحنة، محاكي الكهربائي، وغيرها كثير من الألعاب. فلعبة Game Dev Tycoon هي محاكاة لتطوير الألعاب، فراح تعيش حياة مطور الألعاب. فباللعبة لازم تفتح شركة وتعين موظفين، ولازم تاخد قروض من البنك لأنك تحتاج فلوس، وتجيب مستثمرين وكثير أشياء ثانية. وبالأخير بس تخلص من لعبتك بتنشرها وبتشوف هل الناس رح يلعبوا لعبتك ويشتروها ولا ما حد رح يلعبها ورح تخسر. طيب خلنا نتكلم كيف الشركة عاقبت الغشاشين في هاللعبة. اللعبة بفلوس، ما هي مجانية، سعرها تقريبا 10 دولار، بس في ناس حملوا اللعبة بشكل مجاني بطرق غير قانونية، يعني قرصنوا اللعبة وحملوا نسخة مكركة. فالشركة عملت حركة بملفات اللعبة انه اي شخص رح يحمل اللعبة مكركة مجانية رح تكون عنده نسخة مختلفة عن باقي الناس، وفي هذه النسخة رح يلعب اللعبة بشكل طبيعي مثل باقي الناس، رح يفتح شركة ويعين موظفين ويصنع لعبة، بس لما ينشر لعبته ما حد رح يشتريها، كل الناس رح يقرصنوا ويحملوا نسخة مكركة من لعبته اللي هي جوا اللعبة، فبالتالي رح تأفلس شركته داخل
اللعبة وراح يخسر وما راح يقدر يكمل لعب، عشان يخلوه يحس بشعور الشيء اللي سواه فيهم انه قرصن اللعبة وحملها بشكل مجاني. في المرتبة الخامسة عندنا لعبة The Witcher 3. اظن معظمكم بيعرف لعبة The Witcher 3، بس اللي ما بيعرفها فهي لعبة RPG قتال في عالم مفتوح خيالي، وراح تقابل عدة وحوش واشرار لازم تتقاتل معاهم. المهم في اللعبة راح تحتاج فلوس عشان تشتري اسلحة، تطور اسلحة، او تشتري اكل، ملابس، وكثير اشياء ثانية. وفي عدة طرق في اللعبة تقدر تطلع فيها فلوس، بس في طريقة جدا سهلة تعطيك فلوس بكميات كبيرة، واللي هي الغش. تقدر تغش وتسوي جلتشات في اللعبة عشان تطلع فلوس. احد اشهر هالجلتشات كانت انك تذبح حيوانات وتاخد جلدهم، بعدين تطلع من المنطقة اللي موجود فيها وترجع لها، وراح تلاقي الحيوانات طلعوا مرة ثانية وتذبحهم مرة ثانية وتاخد جلدهم، وتظل تسوي كذا، وبالاخير تقدر تبيع الجلد وتجيب فلوس كبيرة. نفس الحركة تقدر تسويها مع الصدف واللؤلؤ اللي موجود في البحر. وفي عدد جدا كبير من اللاعبين سووا هالجلتشات وجمع فلوس كبيرة في اللعبة، وفكروا نفسهم انهم اسكياء وقدروا ينصبوا على اللعبة. بس بعدين على نهاية اللعبة تقريبا رح يجي شخص يتكلم مع شخصيتك، وهذا الشخص من الحكومة ومسؤول عن اخذ الضرائب، ورح يقول لشخصيتك انك انت جمعت فلوس كثيرة بطرق مشبوهة، انه صرت تبيع جلد ولؤلؤ بكميات كبيرة، فمن وين لك هذه الفلوس؟ وبالاخير رح يعطيك غرامة ويطلب منك تدفع كل الضرائب اللي عليك. طبعا تقدر تتجاهله وما تسمع كلامه وما تدفع شيء، بس بعدين اذا ودك تسوي اي شيء في اللعبة ما في ولا حد رح يخدمك، ورح يقولوا لك انه انت عليك بلاغ من الحكومة وما نقدر نخدمك والا رح نتعاقب. Could you do me a favor? Oh, I fear not. You can't? You see, I've been told you owe back taxes. That means I can't provide you any services till you take care of that wee fucker. فحرفيا ما راح تقدر تسوي أي شيء غير لتروح وتدفع الغرامة اللي عليك غصبا عنك، لأنك غشيت في بداية اللعبة. في المرتبة الرابعة عنا لعبة The Legend of Zelda Link's Awakening. أظن معظمكم بيعرف ألعاب The Legend of Zelda، من أشهر ألعاب المغامرة الحصرية لأجهزة نينتندو، ودائما ألعاب زلدا تفوز بعدة جوائز ولها فانز بالملايين. المهم بجزء Link's Awakening في احد المتاجر يلي فينك تدخل عليه وتشتري منه اغراض مثل اسلحة، قنابل، اغراض تعبي الهيلث عندك، واشياء ثانية كثير. واول ما تدخل المتجر راح تشوف انه البائع عينه عليك، راح يلحقك وين ما تتحرك عشان يتأكد انك ما تسرق شيء. بس لو لفيت على نفسك مرتين راح تدوخة، وراح تقدر تسرق اغراض وتطلع برا المتجر بدون ما تدفع. يعني اخذت اغراض بالغش، لانه لازم تدفع حق اي شيء تاخذه في اللعبة، فيعني حرفيا غشيت وسرقت هم وطلعت برا المتجر. وهنا بيجي العقاب من اللعبة، بما ان صاحب المتجر بيعرف كل الناس اللي في المدينة راح يخبر الجميع انك حرامي، واي واحد راح تتعامل معاه في اللعبة راح يناديك ثيف او حرامي. تخيل راح تكمل اللعبة للنهاية وكل الناس عم ينادوك حرامي حرامي، راح تخرب عليك جو اللعبة بالكامل. لو فوق كذا لو رجعت على نفس المتجر عشان تشتري شيء، فصاحب المتجر راح يصير عنده قوة خارقة وراح يضرب على شخصيتك كهربا ويذبحك، كل هاد لانك سرقت من المتجر. في المرتبة الثالثة عنا اللعبة المشهورة واللي ترند حاليا واللي الكل قاعد يلعبها، واللي هي لعبة فول جايز. اظن كلكم بيعرف لعبة فول جايز، كل اليوتيوبر عم يعملوا فيديوهات عنها او يفتحوا بثوث للعب، واللي هي بكل بساطة باتل رويال نفس ببجي او فورتنايت، بس باسلوب لعب مختلف كليا. فلعبة فول جايز مثلها مثل اي لعبة مشهورة ثانية، فيها مشكلة الغشاشين او الناس اللي يستعملوا برامج هاكر في اللعبة، وكل فترة الشركة بتعطيهم بان او حظر على حساباتهم، بس للأسف مو كافي لانه اعدادهم جدا كبيرة. فاللعبة قررت انها تعمل شيء اسمه شيترز ايلاند او جزيرة الغشاشين، واللي هو بكل بساطة اذا اللعبة مسكت اي واحد عم يستعمل هاك او يغش في اللعبة راح يودوه على جزيرة الغشاشين، خلاص ما راح يقدر يلعب بالاجيام العادية، ما راح تدخل اللعبة الا على جزيرة الغشاشين. وفي الجزيرة كل اللاعبين الغشاشين واللي بيستعملوا هاكرز بيلعبوا مع بعض، بس راح يضل عندهم شغال الهاكر، يعني الشركة ما وقفت او عطلت برامج الهاكر اللي عندهم، لا
قالت فوتوا، كل واحد يلعب بالهاكر تبعه، واللي عنده أفضل هاكر راح يفوز باللعبة. مثل ما شايفين قدامكم هذا فيديو من أحد هالسيرفرات، أول ما بدأ الجيم الكل وصل على النهاية والكل صار يتخانق على الكأس، وأفضل برنامج هاكر منهم قدر يفوز آخر شيء. فكرة جدا رهيبة. في المرتبة الثانية عندنا لعبة ARK Survival Evolved. لعبة ARK هي عبارة عن لعبة Survival أو بقاء، يعني لازم تحاول تضل عايش لأطول فترة ممكنة، وعادة اللاعبين في اللعبة بيحاولوا يساعدوا بعض عشان يواجهوا المخاطر ويضلوا عايشين لأطول فترة ممكنة، وراح تلاقي لاعبين ثانيين راح يتقاتلوا معك ويحاولوا يقتلوا عشان يسرقوا كل اللوت اللي عندك، وهذا الشيء الطبيعي في اللعبة. بس المو طبيعي انه في بعض اللاعبين بدهم يدخلوا يخربوا اللعبة على الجميع، بيدمروا اي شيء بانين اللاعبين، بيقتلوا اي واحد بشوفوه، يعني مهمتهم التخريب. وفي لعبة نفس ARK اذا واحد حط في باله يخرب فحرفيا رح يخرب اللعبة على جميع الناس اللي في السيرفر. احد هاللاعبين كان اسمه ريكي، كان يخرب اللعبة على الجميع وكان يسب ويتكلم كلام عنصري، فمطورين اللعبة دخلوا راحوا عن شخصية ريكي، أخذوا منه كل أسلحته وشلحوه من ملابسه وحطوه بنصف اللاعبين وقالوا لهم سووا بريكي اللي تبوه. فاللاعبين خلوا ريكي عبد عندهم، حبسوه داخل سجن صغير مدة 20 ساعة، وكانوا يخلوه يأكل غصبا عنه عشان ما تموت شخصيته، وما فينه يسوي أي شيء، حتى لو طلع برا اللعبة ورجع دخل رح يلاقي نفسه جوا السجن، ما فينه يسوي أي شيء ولا فينه ينتحر. بعد 20 ساعة سجن اعتذر ريكي ووعدهم انه خلاص ما رح يخرب اللعبة وما رح يسب، وفعلا طلعوه من السجن وصار مؤدب. ومن يومها مطورين اللعبة واللاعبين بيستعملوا حركة الحبس والعبودية مع اي واحد بيستعمل هاكر او بيغش باللعبة وبيمسكوه، او اذا واحد خرب اللعبة على اللاعبين نفس ريكي. في المرتبة الأولى عنا شركة ألعاب عاقبت شخص غشاش بطريقة قاسية جدا. شركة الألعاب هي نينتندو، أظن كلكم بيعرفها، اللي عندهم جهاز النينتندو سويتش وعندهم ألعاب مثل سوبر ماريو، بوكيمون، The Legend of Zelda وغيرهم كثير. والشخص اللي عاقبتها ما كان شخص يغش بالألعاب وبس، لا، بل كان شخص يصنع برامج الغش والهكر ويبيعها للناس. هذا الشخص اسمه غاري باوسر ومسمي نفسه على اسم الشرير من ألعاب سوبر ماريو. أول ما نزل جهاز ألعاب النينتندو سويتش بعام 2017، هذا الشخص اخترع قطعة، هالقطعة بتحطها بالجهاز وراح تخليك تلعب كل ألعاب الجهاز بشكل مجاني، فينك تحمل نسخ مقرصنة لجميع نسخ الألعاب باستعمال هذه القطعة. والشركة حاولت كثير إنها تحدث الجهاز عشان هالقطعة ما تشتغل، بس ما قدروا، لأنه المشكلة كانت بالجهاز نفسه بالهاردوير، ما كانت بالنظام أو السوفتوير، فمهما حدثوا الجهاز هالقطعة راح تظل تشتغل. فهذا الشخص أخذ راحته فراح أسس موقع لهالقطعة وسماها تيم زكتور، وصار يبيعها ويشحنها لجميع أنحاء العالم. فشركة نينتندو راحت للFBI أو وكالة الاستخبارات الأمريكية بعام 2017، وظلوا 5 سنوات يدوروا على هذا الشخص، وهالسنة بعام 2022 عرفوا مكانه وألقوا القبض عليه وحولوه للمحكمة، وتم الحكم عليه بغرامة 14 مليون دولار، وراح ينحبس في السجن 3 سنوات. ايه، وحاليا دخل السجن وما راح يطلع الا عام 2025، وبس يطلع لازم يدفع غرامة 14 مليون دولار، راح يضل طول عمره يدفع هالفلوس لشركة نينتندو، مع ان الفلوس كلها اللي جمعها من بيع الهكر تساوي 300 ألف دولار فقط، بس حكموا عليها الحكم القاسي لانه تسبب بخسائر لشركة نينتندو تساوي 65 مليون دولار من وراء. وعلى فكرة هذا الشخص ما كان يهكر أجهزة نينتندو فقط، لا، بل كان مهكر جهاز البلاي ستيشن وجهاز الإكس بوكس وحتى لعبة ماينكرافت، كان يهكر ملفات اللعبة وينزل منها نسخة مقرصنة على الإنترنت. بس ولا حد من هالشركات أخذ الموضوع بجدية ورفع عليه بلاغ للFBI إلا شركة نينتندو، هي الوحيدة يلي اتخذت الإجراءات وحطتها بالسجن. فأي يا شباب، هالفيديو لليوم أتمنى يكون عجبكم. أتمنى بنهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، وشاركونا بالتعليقات شو أكثر عقاب قاسي وشو أكثر عقاب مضحك. أتمنى تشاركونا هالشي بالتعليقات. وبس، كان معكم بشار كيال أو بشار كيكي، شوفكم فيديوهات ثانية إن شاء الله. مع السلامة.